احنا خدينا هذا القرار، لكن اللي اهم من ذلك هو انه خدينا اجراءات مصاحبه لهذا القرار على اساس انه ميزو. وهذا ما ارجو ان يتم من طرف المواطنات والمواطنين اللي كيتفاعلوا مع هذا القرار، ان ميزو ما بين الساعه الرسميه للمملكه وما بين التوقيت المدرسي ولا التوقيت الاداري. ملي سناخذوا ساعه رسميه هذا لا يمنع اننا ناخذوا اي اجراء اللي يمكن يجعل ان التلاميذ ما يمشيوش من المدارس في الظلام. يمكننا ناخذوه، وخديناه في الصباح قررنا غادي ناخذوا الساعه اللي يكون فيها الضوء، يمشيوا في الضوء. غادي يجتمعوا هذا الاسبوع، دابا خدينا القرار انه مراجعه مواقيت الدخول والخروج من المؤسسه التعليميه على اساس انه الوليدات ما يخرجوش في الظلام، يعني يمشيو في الضوء يدخلوا. لا شوف، غير باش نكونوا واضحين، احنا تنتفاعلوا مع الراي العام وتنعززوا الانطباعات والراي العام. الدراسات المتوفره لدى الاجهزه الامن ووزاره الداخليه لا تسجل ملي كنزيدوا ذاك الساعه ولا نقصوها، ولا ملي كيكون شروق الشمس متاخر، ارتفاع في هذا النوع ديال الحوادث اللي ذكرتي. بل بالعكس، الاحصائيات المتوفره عبر سنوات كتبين ان هاد الاعتداءات تتكون في المساء بعد غروب الشمس، ما كتكونش في الصباح. اذا كاين انطباعات صح مشروع. انا كنتفهم الراي العام، واحد يتخوف ان وليداتو يخرجوا في الظلام غادي للمدرسه، وخصوصا اذا كانت مسافه كبيره، فهو كتولي عنده هواجس وتخوفات ويمكن تحصل حالات معينه. لذلك فاحنا باش نخرجوا من هذا النقاش قلنا ما الذي يمنع مراجعه التوقيت ديال الالتحاق بالمؤسسه التعليميه؟ يكين واحد الغلاف زمني خصو يقضيه التلميذ في المدرسه طيله اليوم وطيله الاسبوع وطيله السنه، هذا هو الاساسي، هو يقضي واحد الساعه واحد الغلاف زمني في المدرسه في المؤسسه التعليميه، لكن مواقيت الدخول والخروج غادي نكونوا حارسين على انها تكون في الضوء الطبيعي، ان التلميذ يدخل المدرسه ما يدخلش في الظلام، ومنين يغادر المدرسه يلتحق بالبيت ديالو يلتحق قبل غروب الشمس. هذا غادي يجتمعوا الفرق ديال وزاره التربيه الوطنيه وديال وزاره اصلاح الاداره والوظيفه العموميه لدى رئاسه الحكومه باش ناخذوا هاد الاجراءات. ايضا هاد التلاميذ اللي كيمشيو للمدارس فواحد خاصة في المدن الكبرى تيكونوا مرفقين بالاباء ديالهم، والاباء ديالهم تيرافقوا المدارس قبل ما يلتحقوا بالمقرات العمل ديالهم، فهما باش ما يوصلوش متاخرين. ارتئينا ايضا نرجعوا المرسوم ديال 2005 المتعلق بايام واوقات العمل في الاداره. اذا لا شيء يمنع كذلك، وكاينه تجارب دوليه اللي سبقتنا في هذا الشان، هذا ان ما تنهضرش على الوعاء الزمني، على المده الزمنيه اللي خصو يقضيها الموظف في الاداره، لا، تنتكلم على المواقيت الانصراف. حنا عندنا يعني في يعني هي حديه، خصك تدخل في 8:30 خصك تخرج في 4:30. كاين تجارب اللي تجاوزت هاد الصبغه، هاد الطبع هادي وهذا، وتعتبر بان المواقيت ديال الالتحاق بالعمل كتكون ما بين 8:30 و9:30، والانصراف تيكون ما بين 4:30 و5:30. دونك كاينه واحد النوع ديال المرونه على اساس ان الموظف ملتزم خصو يوفي بواحد الحصه زمنيه، واحد عدد الساعات خصو يقضيهم في المدرسه. اذا هادو غير باش كنعطيك امثله، كاينه امثله اخرى باش نبين لك بان الحكومه اليوم في الصباح، وحنا قدمنا المرسوم وناقشنا جميع الحيثيات ديالو، هي حريصه على انه ما تكونش اثار جانبيه كتضر بالمواطنين وبالاولاد في المدرسه. اذا الفئه الاولى المستهدفه هما التلامذ، والفئه الثانيه هما الاداريين اللي كيرافقوا الابناء ديالهم. ثم كاين واحد المرسوم ديال 2005 المتعلق بالاوقات ديال العمل الاداري، كيعطي الاداره اللامركزه في الجهات الحق ديال ملائمه التوقيت ديال واحد القطاع معين على حسب الخصوصيه، وكذلك كيعطي حتى الساده الولاة والعمال انهم ياخذوا بعض الاجراءات الاستثنائيه في فتره الصيف يمكن لهم يتصرفوا في التوقيت. فاحنا عاد دوزنا البارح الميثاق ديال التمركز الاداري، والجهات المغرب تتعرفوا انه يعني هناك مسافة زمنية لا بأس بها ما بين شروق الشمس ما بين الدخلة وجدة مثلا
فلا شيء يمنع في إطار هذا تفويض الصلاحيات للجهات أنه يكون خصوصيات محلية حتى في التوقيت الإداري والمدرسي. لكن احنا مع ذلك قررنا أنه على الصعيد الوطني أنه غادي ناخذ بعين الاعتبار هذا القلق اللي كيشعروا به المواطنين باش نأمنوا هذا الجانب ديال التمدرس يكون في واضحة النهار، وكذلك نشوفوا كيفاش يكون التوقيت الإداري على اعتبار أننا هذه الدراسة أعطتنا هذا الخيار اللي هو فيه مصلحة أكثر بالنسبة للمغرب وبالنسبة حتى للمواطنين.